سعيدة. بدل ما نصبح أو نمسي هيت لنقول 1701 وبنكفي يومنا عادي. 17 سنة. هالقرار صلوا يا سامعين الصوت شي 17 سنة صادر، بس ولا مرة حطينا حد 0-1، ولا مرة تكرر هالقد قرارات دولية مثل ما انغمسنا بتفصيل 1701. لا، ومش نحنا يلي صرنا خبرة ومحللين، هودي الوفود الأجنبية بيروح العاشق وما بيجيك المشتاق. وكيف الله ألهمهم ونزل عليهم وحي 1701 ما كنا نعرف. الفرنسي، البريطاني، الأمريكي، الأوروبي وحتى الألماني نطق هالقرار بس بلغته. رقم 1701. طب أنتوا يا وفود اللي رايحين وجايين على إسرائيل، سألتوها شيء إذا بتطبق 1701؟ لا 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 لا. هي شي مرة طبقت قرار دولة واحد؟ مستعدة تنسحب من مزارع شبعة وتليلك فرشوبة والجزء اللبناني من الغجر وتفض سيرة هالخط الأزرق؟ ما يسمى بالأراضي المحتلة موضوع إشكالي كتير كبير. وما تطمع بالصخرة يلي عراس النقورة وتحل أزمة هالنقاط الـ13 وتحل عن سمينا بطياراتها يلي حزك مزك فوقنا. هيا 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 لقمة وطول ما في جواب. ونحن كدولة لبنانية لازم نخلق هلأ 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 15,000 جندي لبناني ننشرهم على الحدود كرمال المستوطن الإسرائيلي يعيش بسلام. ما اللي عيش يعيش واللي يموت يموت. ما في داعي نخبر الوفود الأجنبية شو وضع جيشنا، لأنه هن بيعرفوا وبعضهم عم بيتحسن، تحسن يعني من حسنة، على العسكر ب$100 بالشهر. اللي ما قالوا لكم إياه المسؤولين اللبنانية بصريح العبارة أو قالوها هيك بدبلوماسية، نحن هون منخبركن إياه مثل ما هو وبرسمالة. الحقيقة ساعات بتجرح بس أريح. عديد الجيش معنا لوجستيا تحت المعدل. الدول ما بتسترجي تسلح الجيش بعتاد تقيل أو حتى متوسط. ليه؟ لأنه إسرائيل ما بتوافق. يعني أمريكا رح تعرقل أي صفقة التسلح والجيش يا جماعة بالكاد بعده صامد بأسوأ أزمة اقتصادية مرق فيها لبنان. ولما كان وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب صرح بكلامه قام عليه فريقنا اللبناني. وزير خارجية لبنان قلل من قدرات الجيش على حماية الحدود اللبنانية قائلا إنه يعاني من نقص في العدة. يعني قبل ما ينفجع الأجنبي انفجع اللبناني، وكأنه انصدم إنه ليه ما عندنا جيش؟ وكيف الخارجية بتقول إنها بتنسق مع حزب الله؟ كيف؟ ليه هالفرضية؟ ليه أنا عونة أنه نحن ولا جيش لبناني أضعف من حزب الله؟ ليش؟ من وين جاي الفرضية؟ بين مبنية على شو؟ وهي تهدي بقى النائب نديم الجميل بقى. بشرفك نديم، أنت بتعرف شو يعني ذمة؟ يعني أولى قدامنا، أولى، بليز أولى. حزب الله عدم الانجرار إلى حرب، لأنه هذه الحرب ستكلف لبنان بحزاً عظيماً. هيدا كانت الرسالة. واللي بيدهشك انه الدهشة عطول على بوزنا. لوحة عنوان الدهشة. يا حرق عرضنا شو متفاجأ. واكبر مفاجأة كانت انه اكتشف فريق من اللبنانية سر عن الرئيس نبيه بري. وإلى جمهور المقاومة اللبنانية أمل، خصهم الرئيس بري برسالة عبر الجديد قائلا: حركة أمل هي أمام حزب الله في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان، ولكن في هذه المعركة حركة أمل تقاوم ضمن إمكانياتها العسكرية، فهي لا تمتلك قدرات حزب الله. هالمعركة ما بيفيد فيها الرشاشات والأربجيات، نحن ما عنا صواريخ، ولا أخاف على دور الدبلوماسي لأن المقاومة الدبلوماسية هي جزء أساسي في المقاومة. هيدي دهشة. يعني من بعد 40-50 سنة اكتشفوا أنه نبيه بري عنده ميليشيا؟ يا عيبه. يا نهار إيسو، مش ممكن،
I can't believe it. انتوا بتقوليني ايه الموضوع؟ هو نبيه بري لما وصل على السياسه قبل السلطه كان رئيس لتكوين اسمه أفواج المقاومة اللبنانية أمل اللي أسسها الإمام المغيب السيد موسى الصدر. ما فينا واحد فينا واحد هدفنا واحد معركتنا واحد إسرائيل عدوتنا كمان. شو الزيادة على الاكتشاف؟ إن هو رئيس مجلس نواب يعني رأس السلطة التشريعية يعني زعيم البرلمان اللي ما عم ينتخب رئيس. After that I think everything about you know environment about business about relationship between the about energy it will be better otherwise every time we make something good we'll disturb it in 1 minute. طب وين عنصر الإثارة بالموضوع؟ مثير حسنا مثير الاستاذ من صناعة الحرب ووصل على السلطة لأنه كان زعيم حربي القائد العسكري بحركة أمل مثل الإمام العلي مثل الإمام الحسين بيموت يا إخوان قدام جنوده بيموت وهو حامل البندقية وهو عم بيقوم بالهجوم بنفسه وأكثر واحد كان يعرف قد إيده طايلة بالحرب هو المرحوم دمس روسوس اللي عطاه عمره لنبيه بري You know the big singer Mr. Roses and his fiancée or his friend, her friend, and our friend here, he is from the American nationality. You can ask him what you like, because they are free from today. It is good step before the holiday who start today or tomorrow. Thank you very much. وفلم اللبنان على بلده اليونان ممنون ممنون من دولته لأنه تدخل للإفراج عنه من بعد ما كان أسير لما انخطف التيار TWA سنة 85 وفار واي يا معلم جاييني هلأ تكتشف أنه ميليشيا هيدا سوري زكا بيجي بالفطرة أو تركيب صناعي هون بترككن على بتول هي رح تعطيكن عينة عن تجربة أبو مصطفى بالحرب وبالسلم لأنه للأمانة هي الوحيدة معها تصريح بهذا الشيء عندها كارت أخضر كيف ما تقلب هالتلفزيون تسمع حكي عن الخماسية خمسة مون خمسة ونيو خمسة يلا بقى أيوة بقى إموة إذا شي نهار سمعنا هيك خبر عن أمريكا أو روسيا أو أي دولة يعني إنه في خمس دول عملوا جروب وقعدوا يفكروا كيف يجيبوا رئيس لهالدولة كيف ممكن نتصور وضع السيادة عندهم؟ في حدا غيرنا بيقبل ينحكى بهالشي بالمقرات وبالإعلام وبتداول الواتساب؟ بعدين سؤال برك الخماسية بكرة صارت سداسية يعني حبلت وولد الدولة زيادة امسكي حمل طلق عيني عيني ساعة يلا يلا عيني عم عيّرها عيّرها والسداسية صارت سباعية والسباعية ناطرة التامن هيك بتشتغل الدول يا عمي كل أربع خمس سنين منقعد أربع خمس سنين بلا رئيس أو بلا حكومة أو بلا رئيس مجلس نواب شو قلتي؟ لا مساقبة يعني عقد الرئيس بري لرئاسة المجلس من 92 لل 2092 يعني بعملية حسابية بسيطة بيكون بعد عنده 68 سنة بالرئاسة الله يطول بعمره ويعينه على المجلس قول منيح في الرئيس بري يجرب يجمع الأطراف وكل فترة عنده بيعمل هيك حركة بالبلد شي على سحب أرانب من البرانيد أبراكادابرا شي على دينامو ابتداع الحلول السحرية شي على تدوير زوايا وماسك ونيكي مسطرة التوبوغراف وعم بقيس أحجام الفرقة بال 45 ومؤخراً جرب يعمل طاولة حوار جديدة بس الكل تقريبا رفضه تقبلها انت؟ لا خلي تقبلها؟ اكيد فكرتوا انه الرئيس بري
استسلم بعد هيدا الرفض. مستحيل. من كم يوم نقل رئيس مجلس النواب أجواء إيجابية عن الخماسية وقال إنه ما عندهم اسم مرشح معين ولا عندهم فيتو على حدا. أضاف بري في دردشة خاصة سمعت من كل السفراء أن لا فيتو على أي اسم ومن ضمنها السعودية، وتوافقنا أن انتخاب الرئيس يتطلب توافقا وتمنوا تسميتها تشاور لا حوار. عن جد عن جد عن جد اليوم هم وانزاح عن صدري. وبجديد عرفنا أنه حتى السعودية ما عندها فيتو على حدا، وأنه كمان الحكيم صار منفتح على حوارات ثنائية مش على طاولة حوار جامعة. بس إشارة أنه في تقدم عم بيصير بملف رئاسة الجمهورية. يعني في شيء أكثر تفاؤلا من ذلك؟ ما فيه. وبعد لنزيد على موضوع الخماسية هضامة وخفة دم، مؤخرا دخل القرار 1701 على البازار، وسمعنا انه هوكستين جايب حل كامل لمواضيع الحدود والرئاسة والتنقيب والبحر والرعد والبرق والبر والجو. واذا كان هذا الحكي مظبوط وقادر هوكستين يدور الزوايا، المفروض نسمع الانتخاب رئيس بظرف جمعة زمان اذا لبنان التزم بال 1701. الرحمن يحفظك، شو فتح ونوير، فعلا لك شغلات ذكية كثير. عرفتوا كيف؟ صراحة أنا ما عم بفهم شيء. اللي بفهمه إنه الحقيقة بمحل تاني، على كوكب تاني، مع ناس تانيين، مش مع هو جماعة، على كوكب اسمه كوكب الدولة. الدولة يا عالم، نحن دولة أو محل فليبر كل واحد عنده فيه شيء مقدوحة بحط عنا؟ أحلى ما نقول شيء تاني يعني. عيب 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 الناس عيب. أيام إعلان بعبدة صدقناكم إنه رجعتوا تحبوا بعض، ياك الزبين ياك الزبين ياك الزبين. ما ضاينت المحبة ليخلص عهد الرئيس ميشيل سليمان، كنتوا رجعتوا أصمتوا البلد وكل واحد عمل متراس ورا طيفته. طبعا أصلها حاجة في الدم. وقبل إعلان بعبدة أصلا نحن كيف جبنا الرئيس ميشيل سليمان؟ ها؟ مش راحوا نوابنا على قطر ورجعوا حامين الشنط؟ واحتكموا إلى العقل والضمير تأكيدا لحق شعبهم اللبناني ومستقبله ووفاء بعهدهم أمام الأمة والتاريخ. بس ده يبقى رشوه. بلا ما نفرفك ايدينا نضحك على بعض. وقبل كل هول ليش اصلا كيف صار اتفاق الطائف وفجأة حلت الروح القدس على نواب امتنا العظيمة وصاروا يفهموا المداولات والاخذ والعطا، ومثل الشاطرين قعدوا بالطائف بهدوء ورقي احنا مش شايفين مثله بلبنان بحياتنا. Thomas, come in here and see what we got. Aren't they cute, Tom? And you get to take care of them. وكمان نسمع إنه جزء كبير منهم قبض مصاري هو مبسوط. هلا مش نحن يلي عم نحكي هيدا الحكي، الصحفية يلي كانوا معهم ونقلوا أجواء مداولات الطائف هن يلي حكيوا. لا محسن لا حسن يا وسيد أبو الدردار بقى محسن. نوابنا العظيمين كانوا يناموا على اسم جاي رئيس ويفيقوا على اسم تاني. مش بهدلة يا عمي، قبل القبض أو التبعية والولاء عطب ميشي بتلاقيهم مستقتلين على حقوق الطائفة والمس بحقوق الطائفة، والطائفة المؤسسة للكيان وكله إلا التعدي على صلاحيات ممثل الطائفة. وفي الشدة شديد وفي القوة قوي قوي قوي، وبس يدق ترن 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 الجرس ويجي وقت بيع الدمام كل نايب له سعره سواء سياسيا او شيء تاني، بيوقفوا بالصف مثل تلاميذ المدرسه وما حدا ما حدا بيزيح عن خياله. يا عيني عليك وعلى عزة هالنفس. وحده وطنيه وحكومه وحده وطنيه وضرورات ومقتضيات المرحله ومشاوي والشباب واهلا وسهلا برجعه الرئيس سعد الحريري، اشتقنا لك يا برو، وجبران وسمير وسامي عازمينك على طاوله ليخه للصبح.
بس نحن عندنا كلبنانية سؤال أخير واحد ما في غيره. إذا انتخبنا رئيس جمهورية من صنع الخماسية، هالرئيس على أي دولة منهم رح ينحساب؟ ومثل ما وعدتكم بمقدمة هيدي الحلقة، الرد بيجي من بتول لأنه هي الوحيدة المخولة تحكي ومع كرت أخضر. بتول قولي لي 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 يا داليا. لشو هالزلغوطة كلها يا داليا؟ أول شيء حمد لله حمد لله حمد لله على نعمة الرئيس ونيال الزفت اللي بيدعس علينا به يا داليا. طيب أوكي شو ما مش عم تعلق يعني انت مش لا 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 يا بتول ليكي، ما انا قلت بمقدمة الحلقة قلت انا رح اترك بتول هي ترد عليكم، فانا عطيتك هيدي المساحة كلها لقلك انت. يا داليا وهياني طالعة لحتى رد، سبحان الله يا اختي سبحان الله، هالزلمة الرئيس بري يعني بتحسي بنادول اكسترا للوطن يا داليا. مش عم قول هالحكي لاني انا بتولها، بس انت تخيلي يعني يكون في حل بلبنان بلا الرئيس، صعبة صعبة يا داليا. عم تتخيلي طاولة الحوار عم ترأسها مثلا سنتيا زرازير ولا نديم الجميل؟ ايه والله طاولة لعب ما بيلبق لهم يرقصوا، 414 اونو بيعرفوا شو يلعبوا يا داليا. استا جماعة الاستقلال والسيادة لهم سنة شو بيقولوا؟ قال عم بينقوا على الرئيس، افتح لنا المجلس افتح لنا المجلس، مفكرين هن المجلس هو زارة بس بالبلاك فرايداي والرئيس حارمهم منه يعني. اكله إسا سامي عنده 3 نواب مش عارف وين بده يروح فيهم يا داليا، وجعجع عنده عقدة إنه يصير رئيس وما حدنش قاري، ما الرئيس بري قاله سنتين بيقلكم تعوا تعوا لنقعد على طاولة الحوار ونتفاهم، ومن عيوني بفتح لكم المجلس مع شبابيكو كمان، مش هيك المنطق بيقول يا داليا؟ ايه بس كمان بهدي بيقولوا لك إنه خلص شبعنا حوار وحوار وحوار، خلصنا افتح المجلس وخلينا. إسا يعني هلا بده يطرقوا مشوار من المصايلح من 8 الصبح يفتح لهم المجلس عشان يفوتوا يطرقوا خطاب نص ساعة عربي ونص ساعة فينيقي ويبلشوا خناق مع بعض على بيق ومن بيق، وبصير الرئيس يتلبك بسماهم ويطرق بهالمطرقة ويقول لهم عاد عقل انت وياه وعاد انت وروح على الجردارية يا داليا، ما مش منطق كمان. ايه لا مزبوط لا 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 ايه والله هني مفكرين حالهم بالسواد يعني بدكم تنزلوا بسيارتين تنتخبوا رئيس وتطلعوا على البيت، وانا مفكرين حالكم ليش انتوا في مرة واحدة ها برهنتوا انكم رجال دولة عشان يفتح لكم المجلس؟ ليش بلبنان بيزبط رئيس بلا ما كل واحد منكم يلطش لطشة يطلع له هيك نتش صغيرة من الدولة؟ شو صغيرة كبيرة انتم عاش ترضوا صغيرة يعني، بس بدكم بتصيروا ميليشيا قالوا بتفقلتوا هالمسلحين على الطيونة انه انتم موجودين على الساحة، وبس بدكم بتصيروا اعضاء بمجلس الشيوخ انفخوا منك اله. بعدين انت يا دكتور جعجع دكتور شو الله بيعرف دكتور شو ما حدنش بيعرف اللي بيسمعك بفكرك هالشخصية يعني الاقليمية وعندك باسورد الصواريخ النووية بمعراب، وانت بحياتك ما طلعت مبادرة او اقترحت حل اقتصادي او سياسي لهالبلد، كل همها تعمل فيدرالية وتقسم لبنان نصه لعلي ونصه لجورج وتشغل مطار حالات لحتى تسيطر عليه على تهران وعلى اسلحة وعلى كل شيء. خليني ساكتي أحسن، خليني ساكتي يا داليا. يا بتول يلا. لا رح كفي انت يا بسال، استا بطلت تعجبك طاولة الحوار يا بعدة ها بسال؟ ولا إنجازاتك وتضحياتك للوطن ما بتسمح لكش تتفق على رئيس غيرك؟ مش قافع الكرسي غير تحت طيبة قلبك ها؟ عكل حال الرئيس حكى اللي عنده هيا داليا، بتحبوا تقعدوا معه على طاولة الحوار أهلا وسهلا، لأنه نحن
كحركة أمل يا منشارك بحل شامل للوطن يا رح نضل عم ندفل مفتاح المجلس بجيبة الرئيس الصغيرة مش الكبيرة الصغيرة. أما إقليميا يا داليا إقليميا هي وحدة ثلاث نقط. الرئيس قال إنه الحركة جاهزة بجانب المقاومة للدفاع عن كل حبة تربي لبنان، يعني شباب الحركة مش عم يتفرجوا ويزقفوا من منك إله أنت وياه، بس نحن لا عنا طيران ولا عنا صواريخ، كرمال هيك إسا تاركين شباب الحزب هن يشتغلوا على الحدود. بس إسا رفعت الإصبع يا داليا، بس لحظة اللي بتقرر إسرائيل يا داليا تدعس متر بلبنان شبابنا جاهزين يدبكوا بنيعوا لنتنياهو وجيشه، وهيدي عظمة الحركة يا داليا. بالسياسة نحن لها، بالخرب نحن لها، واللي ما بيحب يروح يصب على مفتاح المجلس ويعمل جلسة انتخاب برايفت هو وجماعته ويجيب كريم نور يغني له، وأكتر من هيك فيهن شي عمله. عرفتي كيف يا داليا؟ أنا بحبه لكريم نور يعني، بس إنه خلاص خلاص إيه عم عصبوك بلحظة. أنا بتقول خلاص تخلقي يا داليا. لا لا كله ليضيق خلقك، لا يا حياتي لا يا بتول. بكل الأحوال يا بتول رسالتك وصلت، وصلت بشكل كتير واضح للأمانة على أبل. أنا I hope صح. شو بلشت تستعملي هوب مبين؟ ايه استعملتها لانه انت دايما بتقولي اي هوب يا ست داليا. يخليلي عينك. اوكي بتقول على امل انها تكون رسالتك وصلت بصريح العباره هيك، وخلص ما نرجع نضطر انه نوضح من اول وجديد. لا انا خلص ما عادش فيي وضح، يعني خلص هلا هون حكيت بكل وضوح، بعد اكثر من هيك حاضطر الجا لغير شو اسمه وسائل غير شو إيه غير وسائل. لا 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 ان شاء الله ما بنوصل له. ان شاء الله ما بنوصل. ايه مزبوط ان شاء الله ما بنوصل له يا داليا. ميرسي كثير يا بتول على ميرسي افو. ميرسي افو يا داليا. شكرا بتول. مشاهدينا بريكم منتابع. كثير أسامي لمعت بعالم السلام والمحبة والأعمال الخيرية. عنا دلاي لاما، الإمبريزا، جاندي، كينغ رولودكس، التيك توكرز اللي بيعطوا شوفير السيرفيس $20 إذا قبل يطلعون ببلاش، وأخيرا عنا رجل السلام والتسامح والمحبة الأول بالعالم جبران. خلي الناس تحب، روح للناس يا حب. واللي ما مصدق أكيد ما حضر خطابه الأخير عن السلام. لا لا مش قصدي لما طلع وقال بده الأمهات الفلسطينية يعملوا فيديو كليب مع الأمهات الإسرائيلية مسكين إيديهم ببعض وعم بيقولوا إسلام يهود السلام موجود. في غنية ما بعرف إذا سمعتوها عم بيغنوها نساء فلسطينيات مع نساء إسرائيليات، وأنا بدعي الأو تي في إنه تحطها. لا مش عن هيك عم بحكي. كان عنده جبران خطاب بمناسبة وثيقة الأخوة الإنسانية اللي صارت بين الفاتيكان والأزهر بأبو ظبي من 5 سنين بال 2019، مع إنه شيء غريب لأن بحس إنه جبران بحب ينسى إنه كان في سنة اسمها 2019 ويمحي كل ذكرياته أصلاً من راسه. هلا ليلي ما بيعرف وثيقة الأخوة الإنسانية مثل عيد الاستقلال بلبنان، حبر عورق وما في شيء منا بيتنفذ، شيء مثل أي قانون دولي بالنسبة لإسرائيل ومثل أي تهديد أمريكي لليمن. بس لو نساها العالم كله جبران بيتذكرها وبيدعمها. يا زلمة كيف شكل مخك أنت ما بعرف. المفارقة أنه جبران قاعد عم بيحكي عن التسامح المذهبي ونبذ الطائفية كأنه التيار الوطني الحر هو جمعية تعنى بالطبيعة وبيدعي الناس تصير فيجن. مثل مرة واحدة تلفنت لي بالليل قالت الفجر بحبي، قلت لها هي البهلة حدك شو عم يعمل. من الوقت اللي جبران كان على مدى سنين هو رمز الطائفية الأول بلبنان، أنه
ما تفهموني غلط، مش عم بقول انه جبران اخترع الطائفية، بس جبران التسامح المذهبي بالنسبة له هو انه يطلع على طرابلس بمواكبة كتيبة الجيش. لا اهلا ولا سهلا، لا اهلا ولا سهلا، لا اهلا ولا سهلا، لا 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 لا. جبران بيحب يتعامل مع الناس كأنه الكل معه ألزهايمر، إنه أنا راس بيبرم كتير بسرعة، فبحكي نص كلمة بعتبر إنه قلت بتأتأ هيك، بعتبر إنه خلاص بشي. إنه إيه إذا طلعوا حكي ضد التحالفات وضد مبدأ يفرض الشيعي رئيس جمهورية ماروني، رح ننسى إنه ما كان عنده مشكل لما عملوا هيك مع أنكل ميشيل عون. في هذه التظاهرة الموضوع موضوع حقوق المسيحية وانا عم كفي وموفي عميه حبيبيه، وانه اذا نشر صوره ببيته عم بيشرج البطاريه انه رح ننسى انه هو اللي كان وزير طاقه باخر 15 سنه اما بالاصاله واما بالوكاله. بدنا نكمل المشوار لما تنقطع الكهرباء ببيته بمقابله. عمليا لا ما في شيء زياده اقوله، هودي الاشي بكملها ووقف. قطعت الكهرباء. عالدايمي على الدايمي صهرن على الدايمي. رح ننسى انه قبل اكتر من 10 سنين وعد اللبنانية بكهرباء 24 على 24. وصلت ل 2015 رجعنا على 24 ساعة على 24. ايه عادي، شو ميشيل حايك هو انجأ وزير طاقة، شو بيعرفوا اذا بتجي الكهرباء او لا؟ وانه اذا حكي ضد مبدأ الاقليات الطائفية ننسى انه كانوا عاملين حلف اقليات وكان العوني مع الشيعي والاوجي مع السني، وانه اذا حكي ضد المنظومه ننسى انه كان رئيس اكبر كتله نيابيه وعنده تلت معطل بالحكومه ورئيس جمهوريه، ومع هالشي بدنا ننسى انه ما خلوه. بالواقع هني ما خلوكم، ما خلو يكون عندكم كهرباء وسدود ومي. بس ما تفهموا غلط، هو قلبه كتير طيب، هو مش طائفي، هو بده رئيس جمهورية ماروني بيختاروا بس المواني لأنه هيك ماشي البلد. يا عليك شو اشتقت لنكتك. وبوقت البلد عم بينهار والعالم عم بتهاجر كان اوعى حقوق المسيحية، بس مش عن طائفية هالحكي. وهو اللي ما ترك تعيينات بالبلد محط ايده فيها وعرقلها بحجة المناصفة وحرم مئات من الناجحين من التوظيف لأنه بده المسيحية 50-50 مع الإسلام. بدنا نكون ممثلين من الكبيرة للصغيرة. مش كرمال الطائفية والمذهبية والزبائنية، لا لا لا، كرمال يحافظ لبنان على تنوعه، لأن بتعرفوا احنا ما فينا نخلي مسلم يحرس حرش مسيحي بيزعل ماريعون وبيصير يتهمون انهم عم بيحرقوا الضيع المسيحيه. انه طب كيف كمان انه ما عم بتطلق الا مناطق الا بالضيع مسيحيه يعني بالتحديد يعني. نوصل للمقطع اللي بيضحك واللي هو بيطلب فيه انه تكون فلسطين دوله مدنيه بيعيش فيها اليهودي مثل المسلم بنفس الحقوق وبيعيشوا بسلام. شرعه تجعل فلسطين ارضا تجمع يهودا ومسيحيين ومسلمين فيعترفون ببعضهم كبشر متساوين. أرض شقة وبلعينة وتعرف منك قليل انت ها. عم بيطلب انه الفلسطيني يرضى بمستعمر قتله وسرقه وهجره وجزر فيه على مدى 80 سنة بيعيشوا مع بعض. وهو جبران أوقات منحسه بده تحرر فلسطين بس كرمال يخلص من الفلسطينية بلبنان. طب ماشي، انت بتقبل يعيش معك السوري بالبلد ويصير مثله مثلك؟ ما لح جواب حدا بتنزل للتاني؟ اذا ما بترضاها على حدا من نفس العرق انت وياه وبيحكي نفس لغتك بدك من الفلسطيني يرضاها على بولندي ونمساوي وإثيوبي يعيشوا بأرضه مثلهم. ما أنت بس يا زلمة قبل كم يوم كنت عم بتبارك افتتاح مجلس بلديات لعودة السوريين، وشي منيح أكيد كلنا بدنا يرجع السوري على بلده وأرضه معزز مكرم، بس أنت الدافع تبعك غير دافع الناس. همنا الوجود المشترك اللي هو النزوح السوري،
وجوب عودتهم لبلدهم سوريا. بيختم جبران وبيتمنى انه يستضيف لبنان مؤتمر دولي لتلاقي الأديان، لأن لبنان عنده تاريخ بالحياة المشتركة والتعايش. هو لبنان مثال للصراحة، بس للاعتبار مش للعبرة. أي حياة مشتركة وأنت يا دوب كمشت هونيك 200 جمرك تعينوا بطبشة إسلامية ما بلعت للخبرية. بيع يا زلمة بيع. وهلأ صار وقت سلمى. هاي سلمى. هاي داليا. مثل ما عم خبرك من الهاي بدي حسسك شو حاسة. أنت بتعتقدي أنك كتير بتفرق معي؟ لازم. ليه؟ لأنه اللي عم بيصير على السوشيال ميديا منه مقبول. الترندات اللي عم تطلع عم تستفزني أنا كسلمى. هلأ بتشوفي ليه؟ هلأ رح خبرك ليه؟ هلأ بشوف يعني أنت أصلاً بدك تبلغيني مع المشاهدين. أنا عم بسألك أنا داليا ليه؟ إيه؟ لأنه العالم مستعدة تعمل شو ما كان لتطلع ترند. هلأ بس مين بالضبط على وجه التحديد مستفزك؟ في كتير مستفزين، بس هي هيدا الشخص هي ممثلة هندية. رحت على الهند. أنا لبنان ما بقى بكفري. محلات ما بقى ساعتني. سلمى بدي أحكي عن الهند. سلمى أنت صار بدك حدا يهدلك جبرك يعني خلص. لأنه عم بفلوش داليا. ما هي هذا اللي بخوفني. هلا رح تعرفي ليه مستفزتني. طب يلا تفضلي قولي لي. هي عارضة أزياء وممثلة هندية، مش رح نسميها لأنه طبعاً ما رح أعرف ألفظ اسمها. ما في داعي. هي وأنجا حفظته. إيه؟ نشرت بنفسها خبر موتها، ورجعت نشرت بنفسها تاني نهار خبر إنه هي ما ماتت. خبر يعني نعمل هو مثل توعية، حملة توعية لسرطان عنق الرحم. خلص الكوكب، خلص الفهم داليا. يعني لحتى نوعي للسرطان منقول إنه متنا. أنت عم تتخيلي كمية العالم يلي بكيوا عليها؟ ما هن الهنود إذا نطوا بيعملوا هزة أرضية، كيف إذا بكيو؟ طوفان. مشكورة كتير هيدي الممثلة الهندية على الرسالة الإنسانية، بس الغاية لا تبرر الحيوانة. هيدا الشيء أنا بعتبره أوطى مستويات الغبا. يعني صارت تحت، يعني صار الواحد إذا بده يعمل ترند صار بينحدر وبينزل لأوطى مستويات الغبا. هالخبر كتير ذكرني بخبر الفرحة بقلب اللبنانية. نحنا منشبهها للهندية، نحنا كمان منكذب، نعمل حالنا مبسوطين، بس نحنا عم نموت. صح يما مش صح؟ أوكي. إيه، لأنه بين الضربة والانفجار عنا حرب. نحنا منكذب ولا ما منكذب؟ أوكي. أنا اللي بدي أقول لك يا داليا كمان بقى بدك تقليلي؟ وحياتك بدي بس بعد هالمعلومة. أوكي. وبيطلبوا مني أطلع من السيف زون وأتحدى الظروف. يا حبيبي أنا مجرد ما طلعت من تختي، قمت من التخت، طلعت من السيف زون وتحديت الظروف. مجرد ما استلمت طريق الشام وتحديت وزارة الأشغال، أنا تحديت الظروف، طلعت من السيف زون. مجرد ما وصلت على إشارة الألفا وفهمت عليها بوجود الزلمة. يعني في إشارة أوقات بتكون ماشي، بس تكون ماشي بيجيبوا شرطي سير، بتصيري لمصيبة تطلعي فيها ولمصيبة تطلعي فيه. صح. وبيعيت علينا. صح. والأجمل لما ما بتكون ماشي ما بيجيبوا حدا. ما بيجيبوا حدا. ايه بس وهون حليها بروح يمين بروح شمال، جنون. وبكون مجمعة نتفة حسنات، بيفتوا على الإشارة بالتويوتا. انت بطلع من الشباك. انت بتجمع حسنات؟ يا شوي. اوكي شوي. بحب فيكي صديق عن جد والله العظيم. صادقه بس عم بيروحوا على طرقات لبنان، يعني بنشر ال... هلا انت ما في مجال تغيري؟ يعني ضروري توقفي على اشاره الالفا انه غيري عنا. ما وين هاي طريقه؟ وين بروح؟ ما مش ما تخسري حسناتك. ما هو اذا ما خسرتهم على الالفا بخسرهم بغير طريقه. ما في شيء ماشي، ما في شيء ولا اشاره ماشي. اوكي. هل نحن عم نكذب او مطنشين او اللبنانيين ميتين عاملين حالهم عايشين؟ شو بتقولي؟ اي احتمال؟ كلهم مع بعضهم؟ لا داليا، اللبنانية بيتعاطوا. كرمال هيك بحال شفت لبناني مبسوط ضروري تتصل بمكافحة المخدرات وساعدنا نرد الناس للواقع، بركة بيتغير هالواقع. والدليل داليا انه نحن منكذب علنا على عينك يا تاجر، وعنا امل بلبنان جديد. شو في لي هالكذبة؟ كل واحد بيطلع بينقل لي خطاب عنا امل بلبنان جديد، انت مصدقتيها؟ يعني مثلا رياض سلامة في أكذب منه؟ ما في. لما قال الليرة بألف خير، بتقولي وصلنا لأعلى سقف بالوقاحة مع رياض، وبتتفاجئي على فكرة إنه ثقته بنفسه ومعنوياته هالقد عالية، أنت بتقولي أنا وصلت لأكثر كذبة بلبنان. بس لا، بيجيك الأكذب منه.
هلا مش رح عدهم كلهم الكذابين بلبنان لانه بدنا 76 حلقه انا وياك لاقعد عد عد لا فيهم. لا 76 حلقه انا وياك ما في وقت نو no. ما معنا وقت نو 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 بدي عد كم واحد اوكي اوكي رح نبلش بجبران باسيل ووعده بالكهرباء 35 على 24 مش 24 35 بده يوزع كهرباء على كل القارة الأسيوية وبده يفلوش على مصر على هيدا طلع يا داليا الحقيقة أنه الشعب عنده 24 دينة يلي صدقوا من جبران مننتقل لسكارلات حداد هيديك فاتت على الخط أنه شمت ريحة الغاز يعني بتجي بعد أكذب من جبران باسيل أما بالنسبة للرئيس ميشيل عون قال أنه رح يسلم البلد أفضل من ما استلمه بظن بوقتها حلف بحياة اللبنانية لحتى صار فينا هيك لأنه ما استلمنا شيء وما رح نقول عنه كلمة غلط بس رح نقول إنه ما صار يلي قاله طريقة كتير مرتبة ليه؟ لأنه بخاف بتخافي من شو دخلك على كل اللي ما إنه ما فينا نحكي عن رئيس جمهورية أنا كتير قابل بس أنا ما بقدر أحكي عنه مش رح نحكي عنه رح نقول بس قال رح يسلمنا بلد أفضل لا ما مش الحال ليه يعني ليه ما فينا نحكي عنه لرئيس الجمهورية ايه. لأنه هو أعلى سلطة بالبلد من بعد حزب الله هل قد نقدر نحكي هون لا بس لا لا حتى نكون كمان منصفين أنه نحن حكينا وانتقدنا ومش كل العالم صح. حكيت وانتقدت عادي صح بس نحن هلأ لأنه عم نحكي عن موضوع الكذب فضل ما أجمع الأستاذ ميشيل عون والكذب مع بعض عرفتي فضل ما أجمعهم بنفس الموضوع حفاظا على سلامتي شو بتقولي بجمعهم شو بدك عيدة وقول الحقيقه على مسؤوليتك ما فهمت يعني انت هلا عطلاني هم انك تحكي عن مش وما عطلتي هم تحكي عن جبران باسيل لا جبران حبيبي الدبانه فتحت دكانه قامت سكرته بكير جبران باسيل ما بحمل همه أنا مش شايفته هلا أنت جبتي لي سيرته وعيتيني إنه جبران باسيل إلا إذا صار رئيس جمهورية يعني بيجيب نجورة لا 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 شو هالتبتيع اليوم يا اليوم كتير فاتحة معي داليا نو 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 كتير نو سلمى أوكي كله هيدا من وراء المثل الهندية كله من وراء المثل الهندية هيك وعت لي لمبة أما بالنسبة لحسن فضل الله ومستنداته لدينا مستندات إذا كشفت يا خيي كشفها كشفها في الشلة خلقه شو هي هالمستندات عن شو بتحكي إذا ما كشفها يعني عم يكذب ما في مستندات لأنه إذا بده يضل يقول لي لدينا مستندات لا بدي أعصب من أستاذ حسن فضل الله عن شو بتحكي المستندات يعني عم يكذبوا بدي أذكرك بهلا قبل شوي قلتي هيك عبارة قلتي أعلى سلطة أعلى من ايه بس في يا رب دخلك شو حلو ايه انت شوفي حالك شو عم تعملي مش عم نحكي عن الرئيس ولا شو سابق ولا منكمل بالمستندات منكمل الكذبه يلي بتربح معنا هي لوزير الداخليه محمد فهمي ونتيجه تحقيق الانفجار انفجار البار باربع ايام قرر المسيو اربع ايام بنعرف الحقيقه مش انه بقي بالوسعه واعطانا اسبوع لا رفض واستنكر ما برضى باربع ايام لبط اجره بالارض وهي هون ولحد هلا الحقيقه ما بينت شو بيكون 100% هي الاشياء مش ضروري تنقال تنفهم تنقرا هيك ايه يعني كلهم ما رح يعرفوا يتعلموا من رئيس الحكومه السابق حسان دياب ما معه وقت يكذب يحوم ملتهي يطبع كتبه ويهني نفسه وهذا احلى واحد فيهم طلع أصلاً داليا معظم السياسيين اللبنانيين قانعيننا إنه بيشتغلوا بالسياسة وهن مافيا صلون سنين بيحاولوا مصرياتهم لبرا سرقة ونهب وكذب كلهم عبعضهم عم نقول داليا معظم تنضلنا بالسيف سايد سيف زون ما بدي ضلني فيها سيف سايد بدي ضلني فيها سيف سايد مش ما تظلمي ما هي لا مش لأنه ما أظلم منشان ما أظلم نفسي جاي فالنتاين بدي عي بدي أحبه عشي بالبيت عري شكرا سلمى ميرسي. شوفك اسبوع الجاي احب وحب مع نحن شعب بحب كذا شغله بنحب الاكل بنحب المشاهير بنحب الفضايح فكيف اذا اجتمعوا هول الثلاثه بخبر واحد هيك صار لما انتشر فيديو لشروق مرته لدكتور فود هي ولحقته عم بتقول انه عم بيخونها مع
كاتريكسا، كاتريكسا هيك شيء، هيك شيء اللي هي كمان مشهورة بعالم التيك توك. أنا البنت البريئة اللي من جوا، اللي ولا مرة حدا فهمها أصلاً، ولا حدا قال لها وينك. أنا وقت كنت جعانة ما حدا مننا أصلاً إجا وقال لي خذي هذي ربطة خبز. جعتي أنت كاتريكسا؟ كتير جعت، قعدت بالبرد كتير، بس ما حدا شاف هيدا الشيء. هن هلا بينتقدوا، they are judge هيدي البنت اللي هلا عم تطلع وعم تصير منها لحالها. وقعت وكتير أنا قمت لحالي. العمايل بالسيارة فزعت هي وياه بالسيارة، عملوا سكس لشبعوا هو وياها. لا 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 ما رح تاخذ مني التليفون والله، عشان هيك عملت لها بلوك ورجعت تتحكش فيه، بدها تطلع معه والله. بتحبها لك التاكسا قد ايه؟ الكاميرا بتحبها قد ايه؟ ذكية قد ايه؟ قوية، اشطر بنت بالعالم. لك يا صف عمرك على هالحكي الحلو. وهي الفضيحة قدرت بساعات تسبق فضيحة الفيديو المسرب لدريك، وبتصير حديث العالم كله. لايف فيديو طلعت فيه كل الليل شروق هي ولحقته بالشارع حافية القدمين مثل حبيبة قاسم الساهر، وعم بتقول انه تارك ابنهم يلي عمره كم شهر ورايح يعمل سكس، وعم بتسمي عاشقاته وهو عم بتجنبها مثل اللي خايف تحمل عليه سلاح. طب ما ليه ما قعدت فوق؟ بدي سكر هاللايف، ليه سحبت حالك وطلعت لما قلت لي بليز سكر هاللايف؟ لما عم تقولي لي عم تذكري اسماء البنات بالباب، ما هن انت نمت معهم. ليه انا بذكر؟ عيب مين؟ هي فارقة معها، هي بتشتغل بدبي هلا. جوزي كيف ملحقني لإله بالشارع وابني لحاله فوق؟ والله اه والله، وعم يحكي تليفونات مع امي ومع خيي وما بعرف مين. ناس قالت هيدي تمثيلية، ناس قالت كذبت اول شباط، وناس قالت عمل هيك حتى يتهرب من انه يشتري له هديه على فالنتاين الاسبوع الجاي. انا ما عم بفهم ليش حايصه انت، يا خبر بفلوس بكره ببلاش. بس الجواب الحقيقي هي انه هيدي دعوات لعم هيثم بياع الكعك بطرابلس الله يرحمه. انت بدك ياني اعتذر منك؟ اكيد، لانك انت جواها سمعتي وسمعت الطرابلسيين وعملتنا ابخر البخلاء، مع انه هيدي طرابلس في مثل بيقولوا عن مصر اذا جاءت أم الدنيا، هيدي طرابلس أم الفقير. حلو كيف تطورت الأمور مع دكتور فود، من فود بلوجر رجع صار يعمل شوكولا مثل مستر بيست، وهلأ وصل للمرحلة الأخيرة. شو صار كيم كارداشيان؟ It's okay. It's not okay though. It's not. You know, on Roblox. You know, same was on Roblox yesterday. بس كمان يمكن تكون شروق ظلمته أو فهماني غلط. يعني هي كل القصة انه دكتور فود صراحة عم بيعمل مشروع جديد رح يكون ثورة بعالم الفود بلوجينج، ممكن بتستخفوا بالخبرية، ورح يصير يروح على بيوت الصبايا ويعطي رأيه بطبخ البيت تبعهم، ولأنه بيبقى كل الليل عم بيعطي نصايح للطبخة عم بتفكروا شروق انه عم بيخونها، وهي عم تفهم غلط عليه للزلمة. بس تسمعوا عم بيقول كلمات هيك مثل بتشهي ما يروح ابدا فكركم لبعيد. من هنا ورايح هتاكلي تبول وفتوش ومنقوش. بعدين شروق بعد كل هالسنين وكل هالفيديوهات هي وتقنع العالم انه شوكولا دكتور فود اطيب اطيب من جورجينا مرته لرونالدو، اوكي؟ صاروا فجأة هيك من عند الله البرودكتس معفنين. بعدين هو الشوكولا تبعه اسمه دكتور فود، ها؟ منو تويكس ليكون بدك اياه لواحد مو لاثنين. لك لواحد قولهم، قولهم هيدا دكتور فود اللي ببيعكم برودكتس معفنين. يلا انجوي تارك ابنه في الاوتيل لوحده. هي هيك بتفهم سري على هيدي الكلمه، بس انه هي حماره. انت بتتكلم جوزها هيك اتهامات، يعني هيدي مريضه نفسياً. واللي بيضحك اكثر انه اغلب جمهور تيك توك اولاد، وبيكونوا عم بيحاولوا يقنعوا أهلهم أنه التيك توك عندهم كله عن الأكل، وعم بيفرجوا أهاليهم، بيقوم بيطلع لهم فيديو وحدة عم بتقول أنه جوزة كان عم بيعمل إيز ميز بالسيارة مع تيك توكر تاني. يا رب تنجينا وصلنا هالآخرة. بعدين هي شو قالت؟
عملوا لشبعوا. وصراحة ما صدقنا، لأن إذا بتحضر كل فيديوهات دكتور فود بتأكد إنه ما بيشبع. ينيلك راجل فجعان. حياة مثالية بالشكل عم بيقدموها أغلب المشاهير، حياة خالية من المشاكل بفوت هو بصورها هي وعم بتولد، ويومياتهم كلها أكل بأحلى مطاعم، ولابسين اتنيناتهم وزرة ونازلين طبخ سوا. فجأة بتبين قدي حياتهم مزيفة، وبيشلحوا الوزرة وبيبلشوا بنشر غسيل عقب وجنب ببعض. بلاد الشام شاورما دجاج، أول شي بدنا صدور دجاج، هو هني المعجوقين فيهم ومفحوطين هالفحطة. حتى ما يبين للحظة إنه نحن عم نلوم الضحية. إذا كان الكلام صحيح ومش تمثيلية، ما في مرة بتستاهل هيك يصير فيها مين ما كانت تكون. بس هول الجوز لا بيلبق لهم يطبخوا ولا يطلعوا ولا ينشهروا ولا حتى يمثلوا مسرحية الخناقة، لأنه ثنائي بصراحة بلا طعمة بس بريحة. وبعتقد هيك احترقت الطبخة. طبعا جزء كبير من الناس وخصوصا اللي هني ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عرفوا بخبرية دكتور فود ومرته شروق. كيمو هيك خبرية ما بتقطع عادة عنده. نزل طبعا سأل الناس على الموضوع، شو قالوا له؟ بتابع أنا وياكم سوا. يعطيك العافية. بتعرفوا للدكتور فود؟ طبعا. عرفت شو صار بين الدكتور فود وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي؟ سمعنا فيها. شفت شو صار معه؟ اللي شفناه يعني مو حلو بحقه ابدا. شو رايك بالموضوع؟ موضوع ان الحالات الاجتماعيه والعائليه لازم تضل مستوره، ما تقدر تطلع لبرا يعني. ليش بده يشارك كل شيء بحياته الخاصه ويظهرها للعالم هو؟ مش ضروري بهذه الطريقه على السوشيال ميديا. يعني هل برايك انت اليوم العلاقه الزوجيه في المشهور يشاركها مع العالم اللي بتتابعه؟ لا، هاي شغلات شخصيه يعني، ليه بدك تنتج على وتزود على نفسك؟ شو ما بيصير في البيوت المفروض قد ما كان اذا صغير ولا كبير ما المفروض يطلع على السوشيال ميديا. رجال بتخون؟ لا. طفي الكاميرا. تخون؟ إذا مشاهدينا مثل ما شفتوا اختلفت الوجوه وتوحد الجوانب. أسرار تبقى أسرار. خبصني. كان معكم الدقيق مزكي الملقب بكيمو، بشوفكم بحلقات جديدة. بتحس العائلة المالكة ببريطانيا فرد منك، وإذا حدا دقه شوكة بتشعر كأنه الوجع لقلبك. نزعل لما يزعلوا من بعض ومنحزن لما يفترقوا. ولليوم بعد الليدي دي أميرة على الرغم من الموت. من سنتين توفت الملكة إليزابيث. لا 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 ما في زعل، بس ما عندي فكره. قلنا انه ملكه وعمرها 96 سنه، كتر خيرها ان عاشت هالقد وتحملت حياه القصور والخدم والطيارات الخاصه. بعد ما ماتت الملكه اجا ابن الامير تشارلز بعد ما نطر هالتاج المعطر 60 سنه. يعني لما بلش تشارلز يحلم بالتاج كانت اسرائيل بعدها مجرمه هيك صغيره وعم تكبر. Her Majesty invested the prince with the sword. تشارلز كان مستعجل حتى يلبس التاج لدرجة إنه بلش يعمل زيارات بلندن بكلسات مخزوق. مش مهم المظهر، المهم يقولوا الملك تشارلز وصل. هلأ منيح إنه الفرتين طلعوا نفس اللون. شو جابوك لها؟ جابوني لأني بحب كلسات الصوف. المهم لبس الملك تشارلز التاج من هون، وحرب أوكرانيا بلشت تفتك بأوروبا من هون. على معيشة، على برد قاسي، على انتقادات، يعني أجواء هيك ما بتشجع للأمينة على الملوكية. شايفة حظي ما أبشعه؟ بس طالما الصحة منيحة كله بيهون.
ما في سنة زمان وبلشت هالأمراض تدق أبواب القصور، يمكن بسبب التاريخ الاستعماري، يمكن بسبب دعوات المرحومة ديانا يلي راح الكلية بسيارتها، يمكن حرب العراق، يمكن حرب غزة، أو يمكن بسبب دعوات الناطق الرسمي باسم الحوثيين يحيى سريع. استهدفت سفينة بريطانية وقد تم استهداف السفينتين بصواريخ بحرية مناسبة. السنة الماضية انصابت مرته للأمير أندرو السابقة سارة فيرغسون بسرطان الثدي، والحمد لله تعالجت ومشي حالها مع فاي إن شاء الله. أول هالسنة أجرت زوجة الأمير ويليام عملية جراحية غامضة بمعدتها وقطعت عخير، وإذ من 3 أسابيع رجعت من أول وجديد انصابت مرت الأمير أندرو السابقة بسرطان الجلد من بعد ما ذكرنا إنها كانت شفيت من سرطان الثدي. ومن أسبوعين أجرى الملك تشارلز عملية جراحية للبروستات، وهذا الأسبوع للأسف تم تشخيص الملك تشارلز بمرض السرطان. يبقى معمول لك عمل. نحن بس حابين نعرف شو عم بيصير يا جماعة بباكنغهام، ما؟ أحلى أكل وعم ناكل، أحلى نومة وعم ننام، بطيارة خاصة وعم نسافر، بشو غلطنا معك يا دني؟ لا جواب. وبصراحة نحن بلبنان مصدومين، لأنه بحياتنا ما سمعين بهيدا الشيء من قبل، فاكرين يعني هيك أنه الأمراض هي مثل الزعتر والعدس تجي بالنصيب الفقراء بس. الله يطول بعمرهم جماعتنا، بس في منهم زامتين من الحرب العالمية والطاعون والجمرة الخبيثة والإيبولا وكورونا، وفوقن حرب أهلية هن عاملينها، وهيهن ما شاء الله بيوزعوا صحة على الشباب الحسيدة. الله أكبر، اقفل السكة، اقفل السكة، اقفل. على فكرة إنه ملك أو أمير أو حتى وزير ينصاب بالمرض مش موجود بقاموسنا. منعمل قرر بس نسمع بهيك شيء، يعني نحن لما نسمع إنه وزير عامل عملية جراحية منحط إيدنا وإجرينا بمي باردة، لأنه احتمال إنه يموت الحكيم بالعملية أكبر من احتمال إنه يموت الوزير. طبعاً الله يشفي كل مريض مين ما كان يكون، والله لا يجرب حدا لا صديق ولا عدو. وكل هالكلام الوارد عليه حتى نقول إنه المرض ما إله تاج. عاش الملك. تأهل الأردنية على نهائي كأس آسيا صراحة خبر مفرح للأمانة، وألف مبروك للشعب الأردني. هيدا الموضوع أخد حيز كبير عند كيمو، خليني أنا وياكم نروح سوا نعرف شو عمل كيمو بهيدا الخبرية وشو عم بيسأل الناس ومنرجع. ليش لا تقول له اسمي أليكس؟ قل له علي. بس قلت له أليكس غلى. قل له علي. $700 اطلع احضر ماتش بكتر فاينل؟ لا خي، بحضر هون على التلفزيون، اشرف وارخص. سكر عم بقلبك. كأس آسيا او ما يعرف بايشيا كاب، بطولة بلشت بالعام 1956 بهونغ كونغ، بيشارك فيها كل 4 سنين 24 منتخب، وهيدي البطولة تعد أهم بطولة بآسيا. كل المنتخبات بيلعبوا فوتبول إلا في منتخب مميز عنكم لو سمحتوا، هو منتخب بلادي. هذا المنتخب منتخب للسياحة والسفر، يعني سافروا وإجوا ما عملوا شي جول، ما حد يعني. هذا المنتخب كوسا. ها؟ 100%. طبعا المنتخب العربي الوحيد اللي رفعنا راسنا بالبطوله لهالسنه هو المنتخب بات سيرفيس. لحظه، المنتخب الاردني النشامه وصلوا على الفينال، واللي هو يعد انجاز كثير كبير. لذلك قرر الكيمو اليوم ينزل على الشارع ويسال الناس اذا عم بيتابعوا هيدي البطوله، وبالتحديد المنتخب الاردني شو عم بفزع وشو عم يعمل. امشوا معي لحتى نسال الناس ونشوف مع بعض. حضرتك عم بتتابع كأس آسيا؟ اوش، اذا انا ما تابعت مين بدي تابع؟ انا العرب، انا روحي في ذا العرب يا حبيبي. حلو، هذا علم مين؟ ما بعرف غيره. الكويت. مزبوط، الكويت. مزبوط. اوب، فلسطين. تحياتي لاهل فلسطين كلها. عفوا النجمه، عفوا ما انتبهت.
اهل النشامى الاردن لك. حلو، لكن مين بالنهائي هلا؟ حبيبي الكاس لازم يكون، لازم نحن بدنا نرفع راسنا كل يوم معلم اوروبا وما اوروبا، خلص لازم نعمل شيء نحن، نحن لنا العرب والله بتوتر الواحد قسما بالله. قبل الحلقه خي الغليه. طيب المنتخب اللبناني شو رايك بادائه؟ اتمنى الربح للبنان. مرحبا منتخب لبناني. اي منتخب لبناني؟ احكيني باسكت بلبنان خي، ما تحكيني فوتبول. ما اعطيتني كيف رايك بالاداء؟ ما بيهمني، ما لعبوا منيح، لعبوا منيح، شو رايك انت؟ هلا لبنان صاروا رجعوا على لبنان، يعني طلعوا ورجعوا. كوسا يعني كوسا. والان مع فقره شوت واربح كاش مع كيمو. عمو 10 دولار اشتريته لعمل الحلقه. عمو طابي كمان بدك اياها؟ نحن وصغار اللبنانيه بنخبط الاغراض. اي الف مبروك 400 دولار كاش بليز. وقف عشان ابخذوا اسمي، حطها بالجول يا رياض. الله يوفقك. بدك تدفع لي انت دواك، انا عرفته شوطه، حطها واربح كاش. الله اكبر. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنختم هيدي الحلقه، بس قبل ما نختم هالحلقه في الجوائز تعول الشباب بدهم يربحوهم لانه وعدناهم بالمبالغ. المركز الاول والجائزه الكبرى 500 دولار، المركز الثاني 400، والمركز الثالث 100 دولار لانه ما صاب الجول. حضرتك صاحب الجائزه الكبرى، شو بدك تعمل بالمصاري؟ 500 دولار شو بدي اعمل فيهم؟ صاحب الدكاني لحاله بده مني 450 دولار. بس ما تشكيلهم، ما تفضل هاي 500 يا حبيب قلبي، بلش سدد ديونك. هيدي 400 وما تخزنا، هيدي 100. بتمنى انه عشان المصداقيه وقدام المشاهدين تفتحوهم كلهم مع بعض لحتى تتاكدوا من المبالغ. انا عن جد بشكر قناه الجديد يا رب. بسم الله بسم الله يا أم. شو هاي؟ شو هاي؟ ايه؟ 500 دولار. شو هاي؟ شوفكم مشاهدينا. ولهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ملتقانا بجدد الأسبوع القادم، تضلوا بألف خير.